أهلا بك في اليوم 21، حكم المتحكم. الآراء في حياتنا بعدد البشر، واحد يؤكد السواد وآخر يؤكد البياض، فمن نصدق؟ أما أنتم فتذكروا أن العالم هو مرآة، وهو سيتوافق مع كل من يجرؤ على إخراج حكمه. لكن أنتم لستم مرآة، أنتم إما ذاك الذي يقبل أحكام الآخرين، وإما المتحكم الذي يخرج حكمه هو. لذلك فالسؤال هو: أي حقيقة يمكن عدها الوحيدة الصحيحة؟ وإلى أي جهة تعبر وتقف إلى جانب السواد أم البياض؟ الآن أنتم أنفسكم يمكنكم تحديد الحقيقة الحقة بالنسبة إليكم. أنا هكذا قررت، لأنني أنا المتحكم بواقعي، وهذا سوف يعمل لأن فضاء الاحتمالات تحت تصرفكم، وكذلك المرآة المزدوجة. كل ما هو ضروري لتحقيق ما خططتم له ونويتم على تحقيقه. هناك شرط واحد، أنتم في الحقيقة يجب أن تمتلكوا السلطة اللازمة لاستخدام حقكم. فإن كان الشك ينتابكم أو تأنيب الضمير، فهذا يعني أن حكمكم يفقد قوته، وأنتم تتحولون من حاكم إلى محكوم بالشك. وعلى كل حال سوف تتصرفون بشكل غير سليم، فالأمر ليس في مقدار ما تعتقدون بأن تصرفكم صحيح، بل في مقدار ثقتكم بأحقيتكم وبصحة ما تقومون به. طول العمر وهم يوجهونكم ومستمرون بتعليمكم كيف يجب عليكم أن تحيوا وإلى ماذا تسعون. الآن خذوا لأنفسكم الحق. الآن خذوا لأنفسكم الحق في أن تفرضوا قوانينكم الخاصة، فلكم القرار في أي شيء تفعلونه أو لا، طالما أنكم أنتم بأنفسكم تشكلون حيز عالمكم. لكم الحق في تحديد أن هذا الشيء أو ذاك صحيح، وإن كان الآخرون يعدونه خاطئاً ما دام ذلك لا يجلب الضرر لأحد. باستثماركم لصلاحياتكم تحملون حكمكم وتعيشون وفقه. حق إخراج حكم المتحكم وتحرر من ظروف الاضطهاد ومن كل شيء ينغص عيشكم ويضع عقبات على الطريق لهدفكم، وهذا يساعدكم في اكتساب الثقة والطمأنينة.